دلوقتي بينضم لنا عبر الهاتف دكتور شريف الخريبي، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بحضرتك يا دكتور، مساء الخير عليك. ولو نعرف معايير عمل هذه الأوعية الادخارية الخاصة بالهيئات والوزارات وأهمية وجودها. أهلا بسيادتك وكل سنة وحضرتك والسادة المشاهدين بخير، وإن شاء وحضرتك الله السنة بخير الجاية تكون سنة سعيدة علينا كلنا بإذن الله. بإذن الله. طبعا الفكرة المطروحة هي بالضبط زي ما يطلق عليه في البنوك صندوق الاحتياطي. يعني النهاردة أي مؤسسة اقتصادية يجب أن يتم تجنيب جزء من إيراداتها. ده أنا عايز أقول لحضرتك إن دي كانت نصيحة والدي الله يرحمه لما اتخرجت ليا، إن الدخل بتاعك، قال لي يا ابني لو بتاخد 100 جنيه في الشهر تقدر تعيش ب90 لو شلت 10 جنيه كل شهر ونسيتهم خالص في وقت من الوقت هيبقوا مبلغ. طبعا بتكلم ان انا خريج 81. فالمهم هذه النسبه الحقيقه كل المؤسسات الاقتصاديه وكل الشركات اللي بتهتم بتامين احتياجاتها من داخلها بتقوم بهذا التوجه. الميزة زي ما السيد الرئيس ذكر بأن هذا المبلغ وإن كانت نسبة تمثل رقم ليس كبيرا، لكن بمعدل بمرور الوقت سنة ورا سنة ورا سنة واستثمار الآمن لهذه النسبة من خلال وضعها في أوعية ادخارية زي ودائع زي حسابات بنكية أو خلافه بتدر عائد ثابت من البنوك، اعتقد ان هذا المبلغ بيتراكم وبيبقى رقم كبير جدا. وده الحقيقه اسلوب اللي انا بسميه الاداره الاقتصاديه الامنه للمؤسسه. طيب لو بنتكلم على قناه السويس بالذات، قناه السويس هي يعني ليها ثلاث حاجات بتتطلبها بشكل دائم. الحاجه الاولانيه هو تطوير المجرى الملاحي بشكل دائم للقناة من خلال التوسعة والتعميق وحاجات زي كده. الحاجة الثانية زي المشروع العملاق اللي اتعمل اللي هو قناة السويس الجديدة، والآن بيتم استكمال المحور الجنوبي عشان تبقى القناة مزدوجة من شمالها إلى جنوبها. العنصر الثالث وهو ما هو مرتبط بالمناطق الاقتصادية اللي المرتبطه بهيئه قناه السويس اللي هي زي مناطق صناعيه، مناطق لوجستيه وحاجات زي كده. الحقيقه هذه الثلاث اشياء بتحتاج اموال طائله لتنفيذها، ناهيك طبعا عن زي عمليه الانفاق اللي تم حفرها لربط شرق وغرب قناه السويس او شرق وغرب مصر سينا مع مصر الافريقيه. وبالتالي اعتقد ان هذه الفكره هي فكره جيده جدا، واتمنى ان كل القطاعات المولده للدخل، يعني انا بخص عندنا الغاز، مشروعات الغاز الطبيعي ايضا جزء من هذا الدخل يتم تجنيبه، البترول. ويمكن في حاجه نقطه كمان ثانيه يمكن انا كنت اشرت اليها في تقرير من حوالي 3 4 شهور، ان هذه الايرادات السياديه لو تم خصم هذه النسبه وما احتجناهاش حتى للتطوير، لان بنوصل في مرحله ان بيتم التنفيذ بشكل سيستماتيك وقد لا نحتاج كل هذه الاموال، بيتم استخدام جزء من هذه الاموال في سداد ديون مصر، وبالتالي يبقى ليها فايده مزدوجه. تحدث سيادة الرئيس عن مسألة التعاون ما بين القطاع المصرفي ورئيس ورئاسة الوزراء لتسهيل خروج البضائع المتراكمة في الموانئ وضمان وجود الاعتمادات البنكية لذلك. بالطبع، لأن طبعا الحقيقة كان يعني أنا يعني الحقيقة أنا حاسس إن حتى القرار بتاع الافراج جاء متاخر قليلا، وزي ما السيد الرئيس ادى تعليمات بان ضروره الانتهاء من باقي البضائع المكدسه في خلال نقدر نقول ايام او اسبوعين على الاكثر، واعتقد ان هذا بيتم الان. الحقيقه كان
يعني يجب أن يكون هناك حلول بعيدا عن دوران العملية الإنتاجية. يعني جزء من هذه البضائع كانت بتمثل أو بتمثل مدخلات إنتاج في المصانع المختلفة، بتمثل صناعة العلاء، فإحنا شفنا قد إيه صناعة الدواجن تأثرت وكان نتيجتها زيادة كبيرة جدا وتضخم في أسعار منتجات هذه الصناعة الهامة. وبالتالي يجب أن يكون هناك حل لكل ما هو مرتبط بالأمور الاقتصادية والنقدية بعيدا كل البعد عن نمرة واحد العملية الإنتاجية المرتبطة بالمصانع أو بالمزارع أو خلافه، نمرة اثنين السلع الأساسية اللي بترتبط باحتياجات المواطن اليومية، نمرة ثلاثة لألا يتم نوع من رفع الأسعار نتيجة لكده زي ما حصل. وبالتالي أعتقد أن هذا القرار كان قرار في وقته، وأعتقد أن إن شاء الله بإذن الله يعني لن يتم تكراره على الأقل في المدى المنظور، لأن كانت التعليمات من السيد الرئيس واضحة في هذا الشأن. انعكاس هذا على استقرار الأسواق وإتاحة المنتجات حضرتك شايف أنه هيبان في خلال قد إيه؟ يعني الحقيقة يعني مجرد ما تدور عجلة الإنتاج أنا بتصور أن في خلال شهر من الآن ستبدأ أسعار سلع بعينها ستنخفض، زي كرتونة البيض، زي الدواجن، زي الكلام ده، وأيضا بعض المنتجات الصناعية الأخرى. وأعتقد اللي كانت ارتفعت أسعارها الفترة اللي فاتت، السيد الرئيس يعلم أن احنا على أبواب شهر رمضان المبارك وأعياد، صحيح، وأعياد اللي احنا موجودين فيها، لكن يمكن شهر رمضان، لأن شهر رمضان كلنا كمصريين بنحتفل بيه، وبالتالي كان لازم تتم هذه الخطوة بسرعة حتى يتم دخول الشهر المبارك والأسواق في حالة استقرار. ويمكن أنا بأناشد تاني وللمرة الثانية أو الثالثة أن جهاز حماية المستهلك يجب أن يتم تفعيله بدرجة أكبر لكي يقوم بدوره ليس فقط في وقت الأزمات، ولكن يقوم بدوره بشكل مستمر ودائم، وأن يكون هناك رقابة حقيقية على الأسواق من خلال أن يكون له فرع في كل مدينة على مستوى الجمهورية، وأن يكون له حق التبطية القضائية بالتعاون مع الجهات الأمنية لكل تاجر يرفع الأسعار بدون مبرر. طيب دكتور شريف، كمان عايز أسأل حضرتك عن تعليقك عن مسألة رصد البنك المركزي لإساءة استخدام البطاقات الائتمانية. احنا بنتكلم انه الأسبوع اللي فات في اليوم الواحد كان في سحب ال 55 مليون دولار في يوم واحد، حضرتك شايف ازاي ده؟ بالتأكيد ده أصحاب البطاقات دول موجودين جوه مصر وبتتسحب الفلوس باسمهم وهم جوه مصر. بص حضرتك، طبعا القرار هو قرار صائب في هذه المرحله، ولكن احنا نتمنى ان احنا نصل باقتصادنا الى مرحله استقرار، لان تقييد استخدام البطاقات الائتمانيه خارج مصر، طبعا هناك من يسيء استخدامها، ولكن هناك ايضا من يستخدمها صحيح ويحتاجها في شغله. صحيح، انا شخصيا بسافر كتير جدا ولا استغنى عن بطاقه الائتمان الخاصه بي. صحيح، وبالتالي يجب أن يكون هناك حدود عليا، يعني أو قصوى. النهاردة أي واحد بيسافر ما أعتقدش أن مصروفه العادي بيتخطى 200 دولار في اليوم تحت أي ظرف من الظروف. 300 دولار لو أضفنا عملية الإقامة، يبقى لو قعد 10 أيام يبقى حد الخاص بي اللي هو بدون أي الأرقام اللي سمعت عنها 10% البنك الأهلي على الاستخدام البطاقات الائتمان خارج مصر، ده يكون لما يتخطى هذا المبلغ. يعني أنا لما بصرف في اليوم 300 دولار في المتوسط، ده النمط الطبيعي والعادي، ويبقى ده البطاقة الائتمانية بتضطرها. المواطن استفاد أيضا منها من الخدمة المصرفية في نفس الوقت. إذا زاد نستطيع أن نفرض رسوم. يعني يا دكتور حضرتك بتتحدث عن حد أدنى وحد أقصى،
لاستخدام البطاقة في غير محلها. صحيح، يعني يا دكتور حضرتك تقصد انه يكون في حد ادنى وحد اقصى علشان ما يتضررش اللي محتاج يستخدم بطاقته الائتمانية بصورة سليمة. بالظبط يا فندم، بالظبط. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا.